معانا النهارده ضيف عزيز علينا جدا من سوريا، الضيف والنجم المطرب الفنان نور مهنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين وحبايبنا الشعب المصري بألف خير، وزملائنا الفنانين بألف خير ان شاء الله، وان شاء الله يكون شهر مبارك علينا وعلى جميع الدول العربية وحبايبنا في مصر. اهلا بك. اهلا بك. حكينا يا بنت الناس الكل كرقة واحساس، شو شربت ومن اي كاس ومطرح ما شربت تقينا، وصلتينا لنص البيت وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي. طبعا النهارده احنا في برنامج طبق النجوم. نعم. ولكل نجم طبق مفضل، واكيد بيفضل ان هو ياكله او يعمله في رمضان. نعم. انا هسال حضرتك سؤال. نعم. في اكلات معينه بتفضلها في رمضان؟ ها طبعا. موضوع الاكل طبعا، لما اختار اي اغنيه اكيد انا بختارها بذوقي. أيوة. زائد انه بيشترك معي الملحن وكاتب الكلمه. بس بالنسبه لموضوع الاكل، انا من النوع اللي كتير بحب اتلذذ في الاكل، يعني عندي الاكل ايضا متعه فبتمتع فيها. فموضوع الاكل، في عندنا طبق في سوريا، طبعا انا ابن مدينه حلب الشهباء، وفي عندنا طبق نسميه شيخ المحشي. شيخ المحشي هو عباره عن كوسه صغير، طبعا مشتقات المحاشي معروفه، البتنجان والكوسه. أيوة. فالكوسه ده صغير، والتفصيلات بتاعته لحمه مفرومه، لحمه الضان الخروف يعني، لحمه ضاني، ومع مكسرات، والكوسه طبعا يتقعور وحنعيش. يعني ايه يتقعور؟ يعني تسموها ايه عندكم؟ يعني يتقور. ايوه يتقور. اسمه ايه؟ يتقور. يتقور احنا نسميه يتقعور يعني، ده بطريقه سوريه. فطبعا احنا هنشرح، مش كفايه الشرح، احنا هنشرح ونشتغل بايدينا. اليوم هنشترك مع بعض شوي بالتقعور وكل شيء. كل شيء نحن محضرينه، بس هنعيشه دلوقت تنفيذا. وانا مسرور كثير انه كمان موجود بالمطبخ المصري، ولكن المصري. الطبخه حتكون سوريه. فبالاذن من الساده المشاهدين راح تقدم الطبخه. نقدم الطبخه. واضح ان حضرتك طباخ ماهر، لانك لا مش طباخ. مش طباخ. مش طباخ يعني، بتجيد الطبيخ يعني. احب الطبخه. بس اشتغل بايدي اكيد يعني، يعني فترات كتير قصيره يعني، ممكن لما يكون في مزاج مثلا تحب تدخل تعمل حاجه بايدك. انا احلى حاجه عندي لما اخش المطبخ واتفرج على الحاجات الموجوده جوا. يعني اتلذذ، اقعد في المطبخ، ممكن تختار لي اغنيه. بتحب تدندن وبتحضر الاكل كده والحاجات دي؟ طبعا طبعا ادندن بحاجات قديمه. انت تعرفي حضارات، مش الحضاره مشتركه ما بين مصر وسوريا. وتعرفي بسوريا مدينه حلب مدينه الطرب والاصاله. طبعا كما هو معروف مصر ام الدنيا وام الفن. فممكن نقول انه في مبادلات فنيه دايما. معروف ان صوت الجبل تقريبا صوت السوري، في صوت الجبل السوري. في صوت الجبل اللبناني. اللبناني اشقائنا اللبنانيين أشقاء. ايضا في اصوات جميله جدا يعني. فاعذريني اذا شوي بتكلم معاك شوي مصري على سوري، على عشان لبناني، على عشان عشان نعيش بس القصه يعني. نعيش القصه. طب عايزين نحضر الأكلة ونسمع برضو حضرتك بتحضر شوية الدندنة، يعني أكنك بتحضر ده في بيتك بقى يعني. طيب. أنا دلوقت راح نوري السادة المشاهدين موضوع الأكلة دي، وإن شاء الله تاكلوها بالهنا والشفاء، وشهر رمضان خير علينا وعلى جميع الدول العربية إن شاء الله وزملائنا الفنانين في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللحمة المفرومة، اللحمة المفرومة مع المكسرات. طبعا المكسرات تتقلي لوحديها عشان ما تنحرقش مع اللحمة.
فاللي معه مرض الكوليسترول الله يبعده عننا وعنه كمان ويشفيه، ممكن يقلل اللحمه والمكسرات، طبعا كل اللحم المفرومه لحال والمكسرات لحال، بعد كده نحطهم على بعضيهم، ممكن يقلوها بالسمن العربي. عندول خالصين دلوقتي اللحمه لحال خالصه. حضرتك مجهز كل حاجه بقى؟ طبعا. طب يلا نشرح ونكمل الباقي عشان نحضر الموضوع. طبعا احنا لما نطبخ اللحمه المفرومه ونحضرها يعني نقليها شويه، ويكون ايضا موضوع المكسرات يكون جاهز يعني كمان من إلي شوية، فبعد كده نحطهم مع بعضيهم كده، نحطهم على الزيت، فنجيب بعد كده الكوسة الصغير ده. الصغير؟ صغير طبعا، لازم يكون الكوسة صغير. نحفره نقوره. نقوره. نقوره مرة واحدة بس، تقويرة واحدة، نشيل اللب بتاعه اللي موجود جواه، وبعد كده تفضل الكوسية كده. طبعا نصفه حسب الحجم الاكله يعني، ونصفه بطوايه. هو لازم بعد ما نقليه شويه عشان بس نشوفه احمر شويه كده، هو لازم يتحمر اكتر كمان. بعد كده نوقفه نشيله، نجيب اللحمه المفرومه مع المكسرات. بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش بالحشي. طبعا نفضل نحشيه كده لحد ما يوصل للاخير يعني. للاخير. ده حضرتك ماهر كمان في الحشو يعني. هو لو كانت المعلقه شوي اصغر كمان يمكن. كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خلاص الموضوع واضح، انه تتملي بس المكسرات مع اللحمه لاخر الكوسيه الصغيره دي. بعد كده نحطها هنا نصفها. انت بتساعديني؟ ممكن اساعدك. عظيم عظيم عظيم، ميرسي، شكرا. بعد كده نجيب الكوسايه الثانيه كمان. كفايه كده يعني للاخر يعني. للاخر. ايوه. طب ما تسمعني حته دندنيه كده بقى، يعني دلوقتي كأنك عايش طبيعي جدا في بيتك. يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي من بعد العذاب، كان لك حبيب تشتاق لي وارتد لك بعد الغياب، انت اللي كنت السبب في الهجر ده والخصام، وكان وجودك عجب. خلاص كده يعني. جميل جميل جميل. بس بتقول يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي من العذاب، يعني الطبخ عندك نعيم ولا عذاب؟ انا عايزه اعرف. الاثنين الاثنين. دلوقتي انا بتعذب، بحشي الكوسه وبتعذب وكمان بغني. وبعدين لما اكون في المطبخ او في ان شاء الله اكون ماشي في الشارع بعيش مع الناس، دايما يخطر لي الجمل. قلت لك دايما في حضاره متبادله فنيه ما بين مصر وسوريا، فنعيش. انا دايما اكون ماشي اعيش اغنيه للشيخ الله يرحمه الشيخ زكريا احمد، الاستاذ الكبير رحمه الله محمد عبد الوهاب، الاستاذ الموسيقار الله يرحمه الاستاذ بليغ حمدي، يعني نعيش حاجه من موسيقاهم الخالده. فدايما ادندن الاغاني القديمه، احب الشيء الجديد. بس دايما كون انه انا عايش في مدينه كلها مشايخ معروفين، واسمحوا لي اذكرهم، وحتى معروفين حتى هنا في مصر، الشيخ بكري الكردي، الشيخ نديم الدرويش، الشيخ عمر البطش رحمهم الله. طبعا في زياره قديمه زرنا فيها الاستاذ الكبير رحمه الله محمد عبد الوهاب، وجابوا متعهد عشان يعمل حفلات، فالاستاذ عبد الوهاب طلع على المسرح ليغني، فشاف سبعة قاعدين قدامه على المسرح، كل ليهم حطاطات زي المشايخ بيحطوها على راسهم. عمة يعني. عمة؟ عمة اسمها عمة. عمتي مساء ان شاء الله. فالموضوع طلع الاستاذ عبد الوهاب قال له ايه ده يا راجل، ما فيش حد غير سبعة، طب انا ازاي هغني مسرحك يوسع 2000 شخص؟ قال له يا استاذ انت غني وبعدين
يحلها ألف حلال لبكرة. فالأستاذ عبد الوهاب طلع وغنى وأسمع الناس الطلب الأصيل، فخلصت الحفلة. قال له طيب إيه الموضوع؟ أنا مش فاهم حاجة يعني، سبعة تنفار بيقعدوا بيسمعوني لهم حطات و... قال له يا أستاذ عبد الوهاب الله يرحمه، قال له دول سميعة حلب. دول اللي بيسمعوا المطرب لما يجي أول مرة لحلب. فبعد كده يدوا الشهادة، لا إما كويس يا إما سيء. فتاني يوم بطلع الأستاذ محمد عبد الوهاب يخش المسرح، يطلع 2000 قاعدين و2000 واقفين. الله أكبر. فعمل ضجة. على موضوع الاكل، هنرجع لموضوع الاكل. احنا كده خلصنا ده، بنعمل فيه ايه بقى بعد كده؟ يا ستي الكريمه، ده بعد كده هنجيب الحله. الحله بسم الله الرحمن الرحيم. بنرص بقى هنا. ايوه احنا هنحط المحمرين شويه كده. اساعدك على فكره، حضرتك قلت بتحب قول ليه كده؟ دي كبيره دي، ما تخشش البرنامج. الكوسه صغيره برضو، كمصريين بنحبها صغيره جدا. طبعا. لا ممكن هي تنطبق بالعاده المعروفه، الكوسه الكبير بس ينحشى رز ولحمه بس. رز ولحمه. لكن لما تكون لحمه معسجه كده. أيوة. تبقى لازم صغيره. وعسان عشان اسمه اشمعنى بتسموها اسمه شيخ؟ شيخ المحشي. دي اكله جميله جدا يعني، الواحد لما ياكلها هيدعي لي باذن الله تعالى. عشان هي احلى حاجه. دلوقتي حضرات الساده المشاهدين، دلوقتي جاهزه للطبيخ بعد ما قليناه وتكلمنا عنه بشكل جيد. دلوقتي في كوبايه ميه هنستخدمها، دي هتتحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بالظبط. حضرات الساده، الموضوع هنا واضح عندكم، ميه لحد وش الكوسايه، لحد وش الكوسايه. بعد كده هنولع. انا اولع لك. ايوه كمان ده كل حاجه بقى جايز فيها يعني. لا انا متعلم وجاي على طول. على طول الحمد لله. اكيد النهارده هتاكلوا اكله هنيه جدا. فطبعا احنا نعرف من بعد ما يتقلي شويه الكوسه، طبعا قشره الكوسايه هتكون شوي اصبحت جاهزه للطبيخ. يعني نحطه مده ربع ساعه ثلث ساعه لحد ما يرقد كده كويس وينهنه. بعد كده تلاقوه وش الكوسايه بدات تتجعد، سموها ايه عندكم؟ يعني تكرمش. لازم تساعديني شويه. تكرمش يعني تستوي، تحس ان هي مستويه يعني. تستوي تستوي. يعني تحسوها كده شويه صارت وشها مجعد يعني. يعني وبعدين بعد ربع ساعه ثلث ساعه ننزلها من على الفرن. دلوقتي معانا شويه. انا عايزه بس اسال حضرتك سؤال. طبعا حضرتك من هواه المطبخ، اكيد حصل مواقف طريفه جدا. اللقب الغريب اللي يعني بتلقبيني بيه من هواه المطبخ. أنا يعني بتحب تطبخ بايديك الحاجه اللي بتحبها. يا ستي انا راجل احب الطبخ. اتلذذ في الاكله الجميله. يعني اليوم انا عندي عده اطباق احبها دايما لازم تنطبخ، ومن ضمن الاطباق دي موضوع ده الاستاذ شيخ المحشي، هنسميه الاستاذ لان ان شاء الله هيعجبكم. فأنا من النوع اللي بحب الطبخ، يعني زي ما أنا أكون واقف على خشبة المسرح وقدامي السادة المشاهدين والحضور اللي طبعا هو اللي بيقيم الفنان واللي بيرسب الفنان، ولو الفضل دايما على الفنانين هو الجمهور بصراحة. طبعا فياريت ما نكبرش على الجمهور، أنا بقولها بصورة واضحة. فلما أجي الطبخ كمان أتلذذ بانتقاء الأكلة اللي أحبها. هو أنا سعيدة جدا إن حضرتك يعني حتى ولو مرة واحدة بتدخل المطبخ كل سنة مش كل شهر، سعيدة جدا إن يعني بتحب تعمل حاجة زي كده. وحضرتك يعني رجل طبعا، فده شيء جميل. طبعا يعني الموضوع أنا من النوع كمان اللي ممكن تختار لي، فدايما أنا أكون قاعد في المطبخ.
بصراحة تعودت وانا كنت صغير مع والدتي اخش البيت الاقيها قاعدة في المطبخ بتوضى بالموضوع وبتوضى بالاكل، فنعيش فنعيش يعني. انا والدتك اللي علمتك الطبخ؟ لا اعيش معاها يعني، اذا كل حاجة اتعلم منها، حرف اتعلم بيها، اتعلم منها طبخة، فكل ده هيشكل عندي شوية علم بالطبخ. بس انا ما بمسكش اي حاجه يعني، ادي تعليمات والناس ينفذوا. ممكن اكون كتير متشوق انه اطبخ حاجات. نبعد شويه عن المطبخ نعم، ونتكلم عن الفن. نعم ضروري ضروري. ايه اشهر الاعمال اللي قدمت النجم نور مهنا الى الجمهور العربي والمصري؟ هلا راح نقول بصراحه، اول كل شيء انا انظلمت في مصر. انظلمت في مصر؟ ليه؟ السبب انت تعرفي كل فنان له شركة بتعاون معها. فالشركة بتاعتي شركة جيدة يعني، فللأسف صار عملية تأخير بالعمل بتاعي السنة اللي فاتت. وكان أول عمل لي مع الأستاذ الموسيقار الصديق صلاح الشرنوبي، واللي وزع عملي الصديق أيضا الفنان طارق عاكف، بالإضافة لكتاب معروفين. فالموضوع ما في أنه العمل اتأخر، نزل في كل دول العربية والعالم، ولكن الوحيده مصر اللي ما نزلش فيها العمل. فالموضوع انا هلا في الوقت الحاضر وانا بشهر رمضان المبارك موجود هنا بحضر عمل جديد ايضا من الحان الاستاذ صلاح الشرنوبي، وايضا في معنا لو تسمحي لي معنا ملحن من سوريا وصديقي وهو من مدينه حلب، الملحن فتحي الجراح. اهلا بك يا فندم. يا اهلا اهلا وسهلا. رمضان كريم. الله اكرم. دلوقتي الاستاذ نور عايز حضرتك تساعدنا يعني في الدندنة والحاجات دي، لأن هيقول حاجات كده الحاجة اللي تحبها بقى. لا احنا هنقول حاجات، طبعا انا دايما احب القديم. القديم الله. فهنقول حاجات قديمة، مثلا مقطع للأستاذ رحمه الله عبد المطلب، ومقطع من أغنية للأستاذ رحمه الله محمد عبد الوهاب، ومقطع لشيخ الملحنين رحمه الله الشيخ زكريا أحمد. انا برأيي طبعا مع احترامي للجميع، وممكن اسمعكم مقطع من الاغاني اللي نزلت السنه اللي فاتت بتاع حضرتك الجديده بتاع الاستاذ صلاح الشرنوبي. اوكي ايوه. وهنسمعكم مقطع من اغنيه ل طبعا مشترك معانا السنه دي الاستاذ فتحي الجراح بالالحان، هو والاستاذ صلاح الشرنوبي. هنسمع مقطع صغيرين، وبالاذن من الجميع انه نختم سهرتنا طبعا بعد ما نوريكم الطبخة جاهزة ولسه ما جاهزة. لا لسه لسه بدري. أيوة. ونختمها بشيء ديني لرمضان. الموشحات. يعني ممكن موشح صغير يعني رمضان كريم. النهاردة هنسمعكم حاجات جميلة جدا جدا يا رب. جدا. يا رب. إن شاء الله. طيب نبتدي. رح نسمعكم طول دور قديم مقطع منه. من ألحان الشيخ داود حسني، طول ما بحبك. طول ما بحبك ويلوموني تبقى حبيبي ونور عيوني، بحبك ويلوموني تبقى حبيبي ونور طول ما بحبك. انا حبك انا حبك ويلوموني ده انت حبيبي ونور عيوني طول ما بحبك. ويلوموني تبقى حبيبي ونور عيوني. الله الله الله. احسنت جدا واحسنت حضرتك جدا. ده اكيد الناس مستمتعه جدا بالاغاني الجميله دي. يا رب طبعا يهمنا رايهم. اكيد طبعا طبعا, طبعاً. طب نسمع حاجه ثانيه بقى. طيب نسمعكم مقطع من ايه يا استاذ؟ سمعونا. نقول كده حاجه طبعا في اغنيه طبعا اول من تعرف علي الجمهور
ممكن بمصر لسه ما وصلتش الاغنيه، ومن واجبي انه اذكر الاغنيه من الحان مين؟ من الحان الاستاذ خالد الامير، اغنيه وحشتني للفنانه الكبيره سعاد محمد. انا اديتها بصوتي بتوزيع جديد، وراح طبعا ده العمل اللي عرف نور مهنا على الجمهور بشكل عام. مع احترامي ممكن لي اصدقاء في مصر زاروني، في سوريا ولبنان والوطن العربي شافوني، ولكن هم أقل، ولكن أنا يهمني شعب مصر بشكل عام، ويهمني كل الدول العربية يعني. فياريت أسمعكم ياها بالإذن منك، هي أغنية وحشتني من الحان الأستاذ خالد الأمير. وحشتني؟ وحشتني هي الأغنية للفنانة سعاد محمد. سعاد محمد. ورجعت لي قلت لي وحشتني. الله. ايوه كده خلاص. طب نقدر بقى نوضب الطبق الاول وبعدين طيب نسمع الحاجات الجميله؟ طيب هنوضب الطبق، بس دلوقتي الطبق طبعا الاكله سخنه. الاكله سخنه جدا. استاذ حضرتك بس الطبق. يلا بسم الله. ممكن نستخدم دي؟ ممكن. أساعدك؟ ده كده المدفع هيضرب علينا واحنا لسه بنجهز الطبخة. يلا معلش، هي الأكلة الطيبة واحد هيستناها شوية. ده أكيد. طبعا هي ممكن تتحمل كمان شوية طبيخ، بس دلوقتي عشان بس السادة عشان احنا جوعنا قوي. معلش اصبروا علينا شوية، ربنا كريم ورمضان كريم. هتفطروا ما تقلقوش يعني. الله. هتفطروا. ايه ده مش هيطلع حاجة يعني. هي المعلقة دي مين يعني؟ عايز افهم، انا مظلوم معاها والله العظيم. خدت انا المعلقة الصغيرة. ايوه. واديتك المعلقة الكبيرة. ايوه. عشان ما تعرفش ايه ترص الطبق. ايوه. طيب. مش حضرتك طبخته؟ بس. تسلم ايدك. ناقص واحدة، استنى. تسلم ايدك. عشان ما نضحكش عليهم. يعني ايه، احنا هنزينه بس بعد ما نفطر بقى، مش مشكلة يعني. طيب. فدلوقتي حضرات السادة المشاهدين، الطبق دلوقتي صار جاهز، بس ممكن كمان يتحمل شوية طبخ أكتر عشان يتحمر أكتر كمان. فإحنا دلوقتي طبقنا جاهز، طبقنا طبق على طبقكم. أيوة. الهنا والشفا. مش من هنا والشفا. وطبعا لسه ما خلصناش، رح نقول إنه طبعا في الرز هنا كمان. الرز ده جاهز يعني، عشان كلنا نعرف نطبخ الرز يعني اي حاجه. الرز ده جاهز، ده يتحط جنب. نحطه كده جنب المحشي. بعد كده طبعا الزبادي طبعاً. احنا نسميها دي عندنا في سوريا اللبن، انتوا هنا تسموها الزبادي. لبن الزبادي. ايوه لبن الزبادي. اللبنه تقريبا حاجه كده صح؟ فطبعا اللبن لازم يكون جواه ثوم مدقوق، وبعد كده يتخفق كويس. بعد كده طبعا عندكم صحون اكيد في البيت. تجيبوا الصحن وتحطوه قدام الاكل ده، ونسكب شويه رز وكوسايه، ونقسم الكوسيه كده نقطعها على الخفيف، وبعد كده نحط فيها معلقه لبن وناكل، وان شاء الله بالهنا والشفاء. بالهنا والشفاء. ويجعل رمضان علينا وعليكم بالخير والتوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا. نرجع بقى لموضوع الفن تاني، ونسمع احدث الاغاني اللي حضرتك هتقدمها ان شاء الله، او الاغاني اللي لسه ما نزلتش مصر خالص. طبعا في قصه حصلت ما بيني وبين الاستاذ الصديق صلاح الشرنوبي. طبعا اول زياره لي مصر كعمل فني، طبعا انا زايرها بعده اعمال، استجمام، استراحه. فدايما كنت اقول له للاستاذ صلاح الشرنوبي ابوس روحك خلصني، انا تعبت لازم انزل سوريا، تاخرت، لامتى هنفضل في اللحن؟ قال لي يا نور اصبر شويه. فسمع كلمه ابوس روحه، فكلمه ابوس روحه يمكن مش معروفه هنا بمصر كتير. فقال لي نور ايه دي ابوس روحه؟ قلت له يعني انا بمعنى عنا في سوريا في حلب يعني انا بعشقك، بحبك كثير. قال لي جميله الكلمه دي. فراح الراجل كون انه انسان بيحب يخدم عمله. فاخذ الكلمه
ابوس روحه واداها للشاعر الاستاذ احمد شتا اللي كتب كلامها. أيوة. شرح له اياها وبعد كده بيغيب عني يومين بيقول لي خد يا نور اقرا الكلام ده. قلت له جايب لي حاجه جديده هات لنشوف. فاخذنا الكلام كاتب لي بعشق جميل الروح وروح له فين ما يروح ده هو روح الروح ونفسي ابوس روحه. الله. فحضرنا الكلام وهنسمعكم اياها دلوقتي. ده كلام مصري؟ كلام مصري على كلمة أبوس روح هي الكلام بس سورية. سورية بس هي معروف معناها بين الكلام المصري وبين الكلام السوري. فطلعنا بنتيجة إن شاء الله تنال إعجاب السادة المشاهدين إن شاء الله. أو تشمل بعشق جميل الروح واروح له فين ما يروح بعشق جميل الروح واروح له فين ما يروح ده هو روح الروح ونفسي ابوس روحه بعشق جميل الروح واروح له فين ما يروح انا بعشق جميل الروح واروح له فين ما يروح ده هو روح الروح ونفسي ابوس روحه والشوق اليه ناداني في بحور عينيه رماني ناداني في بحور عينيه رماني وقلبه لو ينساني لو ينساني قلبي تروح تروح روحه بعشق جميل الروح واروح له فين ما يروح انا بعشق جميل الروح واروح له فين ما يروح ده هو روح الروح ونفسي ابوس روحه يا ليه. وبس بكفي اليوم. شو شو بشكر حضرتك وبشكر الاستاذ فتحي. شكرا شكرا. وكل الساده المشاهدين اكيد بيشكروكوا معانا. الله يخليكم وميرسي جدا. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وحبايبنا في مصر. وباسمي وباسم الشعب السوري نقدم التحيه ورمضان كريم علينا وعليكم يا شعب مصر ولجميع الزملاء الفنانين في مصر الحبيبه وشكرا.